برضو احنا بنعيش الان في اطار رسم صوره ذهنيه على الراي العام ان سبب ازمه الكهرباء سرقه تيار الكهرباء. الراي صاحب الكشك ده على الطريق ده زي ما قال الاستاذ خير هو ده سبب ازمه الكهرباء. لا يا استاذ خير، تعرف سعادتك واحنا عارفين كويس جدا جدا ان المساله لا تمت بصله الى سرقه تيار كهرباء. انتاجيه مصر من اكثر من 60,000 ميجا وات، استهلاكنا 35,000 ميجا وات لو عندنا مازوت وغاز. القصه كلها ان بداوا يعملوا حتى اعلانات دلوقتي مدفوعه الاجر، خلي بالك لو انت لقيت واحد بيسرق كهرباء قول لنا. طبعا مصر مش عمره ما كانت قضيتها، اعمل يا عم اللي انت عايزه. الهدف من الاعلانات كلها ان عايز يرسخ صوره ذهنيه في اذهان المصريين ان هو كحكومه عمل اللي عليه والشعب هو اللي طلع حرامي. اي والله حاجة مقيتة، حاجة بغيضة، إن يجي كام وزير كده في حكومة يمثلوا حكومة يحاولوا يبرروا أنفسهم فيخلوا الشعب كله طلع حرامي. ولصوص التيار الكهربي هم أهم حاجة، لا هم مش غلطانين ولا هم المقصرين ولا هم الفاشلين والمهملين إطلاقا، هو الشعب اللي بيسرق. فيهون عليهم تشويه سمعة الشعب والمصريين إنهم حرامية ولصوص أمام الدنيا كلها. أزمة تيار الكهرباء عندنا إخواننا الشعب يسرق التيار. الله والله بجد؟ مش مشكلة الشعب وصورته، أهم حاجة هم كحكومة صورتهم يبقى هم الملائكة التي تمشي على الأرض. إنما في شعب تاني من الشياطين يعملوا إيه؟ الله يكون في عونهم يعني. تخيل الصورة دي ويبدأ الإعلام يشتغل على الصورة دي، كلموا يا جماعة عن سيرة تيار الكهرباء، سيرة الكهرباء، سيرة الكهرباء، إعلانات سيرة الكهرباء. فأنت تتخيل للحظة ما إن فعلا سبب أزمة الكهرباء، سبب الأزمة الحالية سير التيار، وكلام ده غير واقعي على الإطلاق. في سير التيار ربما، بس ده إيه يمثل كام؟ 1%؟ 2%؟ إنما عودا مرة أخرى في شهر 9 الجاي هيرجع الضلمة تاني. عودة تخفيف الأحمال الكهربائية بداية سبتمبر، مرة أخرى شد الكوبس. يعني انت ساعتك قعدتنا فقط نص 7 و8 شهر ونص، 45 يوم فقط ما تنقطعش الكهرباء، وبقالك سنه عايش الناس في ضلمه عاطمه. شد الكوبس والكهرباء مش موجوده. مره تانية بيقول لكم يا مصريين خلي بالكم، قدامكم كام يوم؟ قدامكم بس كده في النور كام يوم؟ 3 4 ايام. النهارده كام في الشهر؟ 24 باين؟ فاضلنا 6 ايام. فاضل 6 ايام، استمتع بقى بالنور بتاعك. ان بعد كده هيقول لك بقى ايه؟ في قطع كهرباء ساعتين، 3 4 5. اذا الحكومه دي، النظام ده، السلطه دي اللي بيثقوا على الشعب وبخطابه الاعلامي كله لا يستطيع سوى ان هو يعني يمشي الكهرباء او يوصلها شهر ونص. في اول سبتمبر القادم، انا اسف جدا ازف لكم هذا الخبر المؤلم الموجع، وان الله وان الله يرجعون مره اخرى يعود الظلام والعتمه والظلمه وانقطاع الكهرباء، وهم بشرونا مش احنا والله حضراتكم، ده هم اللي نشروا الخبر، مواقعهم وتصريحاتهم، وزير الكهرباء اللي بيقول لك يا جماعه العتمه والظلام راجع تاني اول الشهر الجاي. قدامك 4 5 ايام فقط، استمتع بالنور، بعد كده مش هتلاقيه. مصر، مصر اللي كان بيتقال منورة بأهلها، منورة بناسها، مصر الجميلة الحلوة خلتوها لي بهذه القباحة، خلتوها لي ظلمة بهذا الظلام. بقالنا سنة في الظلام، بقالنا سنة في الظلم، بقالنا سنة في الظلمات. البلد دي تستحق ده؟ الشعب ده يستحق كل هذا الظلم؟ ويقول لك الآخر الجمهورية الجديدة معلقينها على كل الشاشات، جمهوريه جديده. رجعوا تاني لمصر لاهلها، وانتوا بصراحه يجب ان تتواروا تماما عن الانظار.